بس كمهندس مثلا لو لسه في مشروع لسه بنبدأ فيه، يعني مثلا لسه ما بعدوش حد دوكمنت كنترول، ايه المفروض اللي انا اعمله بس لحد ما في مثلا حد يجي يستلم التاسك تبعه، يعني بحيث ما فيش حاجة تروح منها دكتور راس؟ حضرتكم بدأتوا التسليمات؟ لا لسه يعني انتوا لسه بس عندكم شغالين على التندر دروينج صح؟ تمام يا دكتورة. تمام. حضرتك اللي تقدر تعمله ان انت تجمع بس التندر دوكيومنتس بتاعت البروجكت في مكان واحد، بحيث ان هو الدوكيومنت كنترول اللي يجي ما يقعدش يجمعها من اكتر من مكان. يعني لو حضرتك مشكورة تقدر تحفظ له كل ده على جهاز كمبيوتر واحد او بسيكونس معين، حضرتك تقدر تعمل له مثلا حاجة زي لوج مثلا أو شيت إكسل كده بكل التسليمات، الحاجات بالحاجات اللي جت مثلا زي دروينج مثلا بتاريخها أو مكانها أو هي فين، تقدر تعمل له ليست كده بالحاجات اللي بتيجي لحد ما هو يجي يستلم. لأن مشكلة الدوكيمنت كنترولرز إن هما لما بيجوا يستلموا المشاريع في فترة هي كانت خلاص أوريدي ابتدت أو المشروع راننج، بيبقى عنده مشكلة إن هو بيقعد يجمع الداتا من أكتر من مكان ومن أكتر من شخص. فلو هو لقاها متجمعة في مكان واحد معمول لها ابديت او هو عارف مين دي قبل ايه ومحطوطة بشكل سيريال او شكل سيكونس مظبوط، وفي ليها مثلا لوج بتقال ان الحاجة دي جت من المكان الفلاني بالديت الفلاني، ده هيسهل عليه كتير ان هو يقدر ان هو يعمل الداتابيز بتاعته بطريقة كويسة وطريقة سهلة عليه. هو طبعا يفضل ان هو يكون في الاول عشان يبتدي ان هو يحط السيستم بتاعه قبل الفورمز وقبل التسليمات وكده، بس يعني لو كده حضرتك بس تقدر تجمعها له كلها في مكان واحد وتعمل لها بس بي اندكس عشان هو يقدر يتعامل فيما بعد.